أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة من كلام بيروت، معطيات إيجابية ينطلق بها الأسبوع الحالي على صعيد تأليف الحكومة، وتمثلت بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الثلث المعطل أصبح وراءنا. هذا العنوان تصدر أيضا الصحف الصادرة اليوم، وسنتابعه مع غيره من العناوين الاقتصادية والمعيشية والإنمائية مع المهندس مارون الحلو رئيس نقابة المقاولين في لبنان وأيضا عضو الهيئات الاقتصادية. أستاذ مارون، أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. صباح الخير أستاذ سلمان. بكرة عيد الأضحى المبارك، نعيدك من هلأ ونعيد المشاهدين أيضا. الله يخليك. ودائما مواعيد، دائما أستاذ مارون مواعيد، ننطر مواعيد مناسبات لنحكي تأليف حكومة أو غيرها من الاستحقاقات. التفاؤل اليوم القائم بالبلد حول حل حلمة، شعرتم به كرجال أعمال كاقتصاديين؟ وصلكم إشارات؟ طبعا المسار بتأليف الحكومة أخذ وقت أكثر بكثير مما يجب أن يأخذ. في بلبنان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والحكومة بألف رئيس حكومة وحقيقة إجا بأكثرية ملحوظة، ما قام بتأليفها بالسرعة المطلوبة حسب رأيي. نعم. وطبعا فتنا بموضوع الحسابات أنه عدد الكتل، نواب الكتل النيابية، وهي نسبة لموضوع الوزارات بيكونوا متجانسين مع بعض البعض. نعم. هيدي بدعة ما كانت موجودة بلبنان، وبكرة بتصير عرف. يعني السلطة التنفيذية سلطة بحد ذاتها بتقوم بالأعمال التنفيذية، والمجلس النيابي هو السلطة التشريعية اللي برائب وبسائل الحكومة، وحقيقة عنده دور أكبر بإدارة البلد. نعم. أما أنه تكون صورة طب الأصل الوزارة عن المجلس النيابي، نعم، أنا بعتبر هذا الشيء خطأ، وهذا ما كان بتاريخ البلد. نعم. ومنشان أول مرة بيحصل من هون الحديث عن أحجام وأوزان، فتنا بالحصص وبالعددية وبالأحزاب وبالطوائف وبالمذاهب، ما بعتقد أنه يعني هذا دليل صحي على إدارة البلد. نعم. قربنا نحن وياك عيد الأضحى أسبوع، هو الثلاثة الجاي، بقى ماشي الحال معايدة من هلأ إذا بدنا نقول. كاريكاتير اليوم أنطوان غانم بصحيفة الجمهورية تحت عنوان جنبلاط متمسكون بثلاث حقائب وزارية، رسم الزعيم الاشتراكي ممسكا بثلاث حقائب، والوزير جبران باسيل وزير الخارجية عم بحاول ياخد وحدة منها. وهذا الكلام اللي كنت عم تقوله أستاذ مارون، أنه موضوع عدد الوزراء وموضوع الأحجام، وبالتالي هذا التعقيدات إذا بدنا نقول تؤخر ليس فقط تشكيل حكومة، تؤخر ببلد. يعني أولا بدي أنا أتوقف عند الخطاب السياسي اللي واكب مرحلة التأليف، خطاب متشنج عالي النبرة، تهجمات، ما بالنتيجة بدنا نوصل لحكومة يعني شئنا بينا بأسرع وقت ممكن. نعم. والحكومة مفروض تكون متجانسة، إذا كانت متجانسة يعني شو بفيد كل التصعيد هيدا؟ أنا برأيي كان بكل هدوء بعد الانتخابات النيابية من الأجدى أنه نحن نعمل صدمة إيجابية لشعبنا ولمجتمعنا ونقدر نعمل حكومة بسرعة. يمكن كان صيفنا أفضل بكثير مما هو اليوم. نعم. طبعا مشاكلنا كثير كبيرة، وبتشعر انه المسؤولين ما عم بيعطوها يعني لا العجله ولا الاهميه الكافيه انه يقدروا يالفوا الحكومه بالسرعه المطلوبه. يعني بلد بلا حكومه، كل البلاد فيها ازمات حكوميه، ولكن تعودنا نحن انه بنقعد ازمه اشهر ومن ثم بتولد الحكومه بسرعه متناهيه. هل هالشيء من الخارج ولا من الداخل؟ انا بعتبر الاسباب هي داخليه بالمرحله الحاليه. هلا ما بيمنع انه الاطراف كلها بتستقوي بعلاقاتها الخارجيه، ولكن انا ما بتصور يعني رح الدول الخارجيه اللي عم تصارع بين بعضها البعض رح تقدر تاثر اذا كان عندها وزير بزيد ولا وزير بالناقص. وحتى الكتل الداخليه بشريه رح تجيب السعاده وحل مشاكل اللبنانيين اذا اخذت وزير بزيد ولا وزير بالناقص. نعم. علما انه العدد، انا برايي عدد كتير كبير، 30 وزير و 32 وزير، يكون هناك حكومه من 30 وزير، عدد كبير على لبنان، عدد كبير على لبنان. يعني بالصين بعتقد الوزارات مجلس وزراء 15 او 18 وزير. نعم. بعدين هذا مصروف اضافي، نحن اليوم بفتره شد الحزام من ناحيه الاقتصاد. انه واذا عندك مديريه عامه بوزاره نشيطه وجيده وامين سر للوزير نشيط وبيعرف ملفاته، الوزير بيقدر يسلم أكثر من وزارة وبيقدر يعطي نتيجة، وما ضروري هالوزارة الفضفاضة وكثرة التكلفة تقدر تعطي نتيجة أكبر لمجتمعنا.
ولكن إذا بدك ترضي كل الأفريقاء وهذا البلد هو هذه تركيبته الواقع، بدك تكون حكومة 30 وأكثر لحتى من كل فريق تاخد 2-3-4. هي الأساس. إذا الكل مؤمنين بلبنان وبديمومة لبنان وبنهضة لبنان، نعم، يعني هذا موضوع لازم يتعدوه شوي. يعني المحاصصة مش هي الأسلوب، لازم يتعدوه، لازم يناقوا رجال عندهم خبرة ورجال عندهم معرفة وعندهم علم ونجحوا بميادينهم، نعم، يجيبوهم يعملوا منهم وزارة حياتها تكون على حكومة تكنوقراط، عم مضرورة تمثل كل بكل الأحوال، بس هلأ اتفقوا كلهم أنه تكون حكومة وحدة وطنية. ايه؟ ما جربنا الحكومات الوحدة الوطنية، يعني بتنتقل المشاكل من الخارج للداخل، بس شو يعني بصفي يعني كل قرار بدك تعمله يتصارعوا عليه وبيتعطل القرار وما عندنا نتيجة بالقرار بسموه حكومة وحدة وطنية. حكومة وحدة وطنية بده يكون في إيمان أنه بدنا ننجح الحكومة الوطنية، مش أنه نعرقل بعضنا البعض. يعني إذا كنا بالخارج مش عم نتفق، بالداخل ما رح نتفق أكثر. يعني أنا ميال أكثر كنت أنه يكون في حكومة معارضة، ولكن لأسباب معينة بلبنان للأسف بسبب الفرز الطائفي والمذهبي، نعم، كل طرف بحس حاله أنه منه ممثل، وطبعا هذه بعيدة عن المواطنة والمواطنية اللي نحن مفروض نتحلى فيها واللي بنقدر نبني فيها لبنان أفضل. يمكن لأنه التوافق وموضوع هذا الديمقراطية التوافقية أدت إلى سحب فتيل التشنج والتوتر السياسي إذا بدك بالبلد، وبالتالي مشيت على هذه السكة. هي الديمقراطية، وعملنا انتخابات نيابية وضروري يكون حكومة سياسية وفاق وطني يتمثل الجميع، لأنه الانتخابات أفرزت نتائج على الأرض. هي الديمقراطية فيها موالاة سلطة ومعارضة، وهتكون ديمقراطية توافقية، نقلت الصراع بين الطرفين إلى داخل الحكومة، وهون ما عم بتكون منتجة. لو حقيقة أثبتت انتاجية معينة بالماضي ما كانت كل المشاريع تتوقف، لأن ما في عليها إجماع أو ما في عليها تصويت، وما كثير عم بيجري تصويت بقدمش وزراء، لأن عم تخلق حساسيات كبيرة. يعني كل الأداء اللي عم تقوم فيه الحكومات بلبنان حقيقة يجب تغييره. ما بعرف إذا نحن هالحكومة الوحدة الوطنية حتكون حكومة وحدة. بعدين الأسماء اللي عم نسمعها اليوم تقريبا نسخة طب الأصل على اللي شفناها بالماضي. أنا ما بدي أكون متشائم، بالعكس أنا بتأمل أنه المستقبل يجيب حلول لكل اللبنانيين، وحلول أصبحت مستعصية وكبيرة، ولكن يجب كمان انه يكون في حقيقه، اذا في حكومه وحدة وطنية يكون في اتفاق وتفاهم على استنهاض الوضع البلد. نعم، رح نتابع معك استاذ مارون، نحكي بالاقتصاد، نحكي مؤتمر سادر، نحكي عمل المقاولين، قطاع الاسكان، الخطه الاقتصاديه، ولكن رح نبقى بموضوع الحكومه ورح نحاول ناخذ بعض المعطيات، لانه معنا على الهاتف مباشره على الهواء القيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش صباح الخير. صباح الخير استاذ سلمان، لك ولضيفك. اهلا فيك. هل لديك معطيات عن هذا التفاؤل الذي لمح اليها الرئيس بري وايضا رئيس الجمهوريه وبيت الوسط، اجواء بحلحله بعض العقد المتعلقه بتشكيل الحكومه؟ الأسبوع الماضي ببدايته كان هناك نوع من اليأس عند المواطن وحتى عند الكثير من السياسيين من إمكانية حلحلة العقد. في مبادرة معنوية عن فيها الرئيس الحريري، وأدت إلى اجتماع مع رئيس التيار الوطني الحر، وهناك بحث تم خلال هذا اللقاء لم يتم الإفصاح عنه، يعني على الأقل بالنسبة للصحف وللعموم، وأدى إلى إعادة مكانات التأليف من جديد إلى العمل بناء على معطيات قد تكون جديدة ولكن قد لا تكون كافية لإمكانية تأليف الحكومة. فالانطباع بهاللحظة هيدي أنه المفروض إذا كان هناك في إيجابيات جدية الحكومة المفروض تتألف خلال هذا الأسبوع. أما إذا بقيت الأمور ولو على عقد واحد من العقد، فالمسألة لح تمتد من جديد على مدى، أنا فيني أقول على بهاللحظة هذه مدى غير مسمى، ولا يفيد أنه نعطي مواعيد، لا أعياد ولا آخر شهر ولا أول شهر. المبدأ الأساسي هو كيفية الوصول إلى التفاهم يؤدي إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطراف السياسية الأساسية في البلد.
الحزب التقدم الاشتراكي ما زال متمسك بثلاث وزراء. القوات اللبنانية هناك يحكى يعني كان بصحف ليوني بموضوع المطالب، وكان لافت كلام الرئيس بري انه موضوع الثلث المعطل اصبح ورائنا، والرئيس المكلف سعد الحريري مش وحده ما بيتحمل موضوع ثلث معطل، نحن كمان بنتحمل هذا الثلث المعطل. كان من ضمن العقد موضوع الثلث المعطل؟ يعني بتتذكر الاسبوع الماضي حكينا بالموضوع وايضا باسابيع سابقه. الاستنتاج الواضح بالنسبه لي على الاقل وبالنسبه للكثير من المراقبين انه كان هناك في هدف جدي للحصول على ثلث معطل لاسباب معنويه على الارجح، ولاسباب ايضا قدرات تفوق قدرات الاخرين داخل مجلس الوزراء. لكن كل الأطراف أيضا ترفض بهذا المنطق. هذا يخل أيضا بتوازن السلطات، لأنه بتصير سلطة رئيس الجمهورية وحزبه تسيطر أيضا على قرار مجلس الوزراء. يعني هذا مخالف للطائف ولكن يعيد إلى الأذهان ما كان قائما قبل الطائف، وهذا عمليا نتذكر كيف كان الوضع بهذيك الوقت. المهم أنه هذه المسألة بالذات تبين بعد ما قال الأستاذ جبران باسيل بجولته على السياسيين وبالأخص باتجاه الرئيس نبيه بري، أنه يعني الرئيس نبيه بري لن يوافق على هذا الاتجاه عمليا. لهيك ربما الأستاذ نبيه بري قال أنه صارت ورانا. نعم. إلى جانب موضوع الحكومي، كان لافت ما قاله الشيخ نعيم قاسم، أو يعني كما جاء بعنوان الجمهورية أيضا، حزب الله الحكومي ليست معبرا للرئاسة. قال الشيخ قاسم أنه لبنان بكوما لأنه ما في حكومة وضروري تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وأكد أنه الكلام أنه الحكومة معبر للرئاسة هو خطأ كبير. أنا موافق على هالكلام هذا. نحن بنعرف أنه الرئاسات بلبنان هي الأكثر عرضة لتجاذبات الوضع الإقليمي والدولي. وعمليا بنلاقي أنه التحضير من خلال حكومة أو غير حكومة لن يؤدي إلى شيء، لأنه الواقع الاستقطاب القائم على المستوى المذهبي الطائفي والإقطاعي يعني القطاع السياسي، بنلاقي انه لا ياتي، يعني بغض النظر عن الانجازات اللي دائما بتكون مرتبطه ايضا بالتوازنات، اي انجاز بقلب البلد هو مرتبط بالتوازنات القائمه وموافقه هذه التوازنات عليها او مشاركه فيها. لهيك اي انجاز عاده يعد لهذه التفاهمات، تتوزع كمان بالمناصفة وبالمثالثة والمرابعة بين القوى السياسية والقوى الطائفية. أما من يأتي على شدة الرئاسة فهو إجمالا من هو قادر على التفاهم بشكل جدي و يعني وجداني على الأقل أيضا مع القوى السياسية الأخرى، القوى السياسية الطائفية خلينا نقول بهالكلمين. لهيك مسألة أنه حكومة أو غير حكومة بهذه اللحظة هي عنوان الرئاسة القادمة هو خارج المنطق وخارج العوائد اللي نحن متعودين عليها على مدى سنوات. موضوع مختلف ولكن له بعد سياسي، وهو امبارح على ما يعني على مدى يومين مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن موضوع التأشيرات للحج، والمكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري نفى امبارح كل ما يحكى أن معلومات غير صحيحة أنه حجبت المملكة تأشيرات لتيار المستقبل والرئيس الحريري. بأي إطار تضع أيضا هذه المعلومات أو الشائعات إذا بدنا؟ أول شيء السنة الماضية واللي قبلها أيضا ظهرت تعليقات بالوسائل التواصل الاجتماعي بالموضوع ذاته. حقيقة أنا ماني حابب روح نحو الاتهامات ومنطق المؤامرة، ولكن نحن كل مواطن بيناتنا قد يشكل مؤامرة من خلال الكلام، من خلال بيسموها oral tradition، كيف بتنتقل الكلمة من تم لدينا ومن تم لدينا وبتبلش تتكبر. لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص ما قيل في وسائل التواصل الاجتماعي. ومكتب رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة المكلف
وضح الأمور وهذا هو الشيء الرسمي والشيء الصحيح بالنسبة لهالموضوع. هو تشويش يعني، نوع من التشويش. نعم حقيقة، هلا إذا بدك تقول تشويش إنه علاقة المملكة و نعم نعم قد يكون مقصود وقد يكون عفوي يعني بطبيعتنا هلا بتعرف أنت بتسولف صارت سهلة داخل إنه لمن أي مواطن لا يحصل على تأشيرة حج وبيكون حاكي مع شي مسؤول مثلا بتيار المستقبل ولم تصل إلى نتيجة فممكن يطلع بقرار سياسي أكبر بكتير من واقع تأشيرة واحدة لأنه نحن بنعرف أنه عدد التأشيرات يتعدى عدة أضعاف ما هو مقبول وما هو قادر أنه تتحمله حملة الحج لهالسنة هايدي فمنلاقي أنه بيطلع نوع من الاستنتاجات وهذه الاستنتاجات تتحول إلى حقائق راسخة بأذهان الناس وتبلش الاتهامات. شكرا لك دكتور مصطفى علوش على هذه المداخلة ضمن برنامج كلام بيروت. يعني الحكومة بانتظار، يعني تنختم موضوع الحكومة يعني في حياة رغبة شعبية أنه الحكومة يتم تأليفها بأسرع وقت ممكن وهالعمل هيدا هالعمل السياسي اللي هو محصور بالحكومة هي حياة يعني رسالة وهي خدمة عامة مش خدمة خاصة للأسف يعني عم بيتحول هالمفهوم هيدا ضمن المحاصصة وضمن أخذ مواقع أكثر هيدي دوامة متكاملة يعني بياخذوا وزارات ووزارات بصنفوا شو الوزارات فيها خدمات خدمتية أكثر سيادية وغيرها يعزوا مواقعهم أكثر يعني ما بعرف هالسياسة بلبنان يعني اللي رايحة لهالمدى ما عم بتفيد أبدا يعني والشعب بميل والسياسيين بميل مع أنه يعني إجا الشعب اليوم بالانتخابات وعطى هالقوة السياسية حجمها انه ما بدها هالاربع خمس اشهر تقدر نالف حكومه بالبلد ونقعد نتوقف طويلا على مين بياخذ اي وزاره بتصور انه بدها شويه ترفع بدها شويه تحمل مسؤوليه اكثر بدها تضحيه اكثر بدها تفانى اكثر منشان المصلحة العامة مع انه كل السياسيين وكل الافرقاء بيقولوا نحن عم نشتغل منشان الناس منشان الجمهور ولكن النتيجه مش هيك يعني هالحكومه عم تتأخر بسبب التعنت واللي من قبل الأطراف أنا ما بدي أسمى أي طرف هلأ إن شاء الله خير فيش نوع من الحل حالي أنه في بعض البوادر ولكن أنا ما بتوقع أنه يكون ولادتها قريبة مثل ما هو بتوقع قبل عيد السيدة أو قبل عيد الأضحى بتصور أنه يعني بلشنا بالبداية الجدية لتأليف الحكومة ولكن بدها تستغرق بعض بعض الوقت رح نفوت على الجانب الاقتصادي تشكيل حكومة أو ما في حكومة كرجل أعمال كاقتصادي كمتابع كيف يؤثر سلبا أو إيجابا على يعني الاقتصاد؟ طبعا إذا تألفت الحكومة بتتحرك العجلة بكل الدوائر ياما معاملات اليوم موجودة بالوزارات مش عم تتنفذ ياما في طلبات ياما في مشاريع كل هيدي جامدة طبعا الحكومة اليوم بتصرف أعمال ولكن ما عم بتقوم بأعمال دورة كاملة بدورة كاملة ما في دورة اقتصادية اليوم بالبلد أكيد الحكومة بتكون عندها برنامج وتقدر تهتم بالأمور الأساسية اللي عم بعاني منها لبنان هلأ أكيد أكبر مشكلة هي عودة النازحين يعني السوريين إذا ومفروض تتفق الحكومة على طريقة وآلية تعيد هالنازحين السوريين البلد اثنين عندك مشاكل مزمنة بالبلد اللي هي أزمة الكهرباء هي أزمة النفايات للي صارت معروفة يعني هيدي أين الأوان أنه نقدر ننتهي منها نعم طرحنا العنوان ونتابع مع كل التفاصيل بعد التوقف لاستراحة أولى ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع المهندس مارون الحلو عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس نقابة المقاولين في لبنان قبل ما نفوت على موضوع مؤتمر سادر وهو مطلوب من لبنان وكل المشاكل اللي حكيت عنها نظرة الخارج للبنان اليوم في ظل هذه يعني التعقيدات السياسية وتأخير ولادة الحكومة حضرتك أكيد لديك متابعة بالخارج شو بتقول عنها؟ أنا بقول يعني في شق بلبنان زبط للي هو الوضع الأمني شق الأمني ونحن ما مفروض نمر عليه هيك مرور عابر
وتكون في جدية بالتعاطي، وتكون في مهنية بالتعاطي، وتكون في انضباط، وتكون في شفافية ونظافة، تنجح الأمور بالبلد. اليوم ما فينا من نوجه تحية للجيش اللبناني على أدائه ولكل الأجهزة الأمنية، وهذه إشادة خارجية دولية ولقوة الأمن الداخلي. طيب هو الأمن كان حقيقة أكبر مشكلة عنا بالبلد. قدروا اللبنانيين أنه يلاقوا حلول لهالموضوع، وإجت الأشخاص اللي عندها الكفاءة أنه تقدر تضبط الأمن بالبلد. وبتعرف لبنان ده معرض يعني من دول مجاورة ومن مخابرات دولية لزعزعت الأمن فيه. إذا انتقلنا اليوم على الاقتصاد، الاقتصاد وضعه صعب. أنا مني من نظرية أنه نحن على باب انهيار كامل أو على باب إفلاس كما يحكى ببعض وسائل الإعلام أو بالتواصل الاجتماعي أو عند السياسيين لأهداف معينة. أنا بقول في وضع صعب جدا ويجب إنقاذه، ولكن يجب إنقاذه بوعي وبخبرة، مفروض إيجاد رؤية اقتصادية شاملة لاستنهاض البلد. وكمية المشاكل الموجودة بلبنان كبيرة جدا، لأن عبر السنوات تراكمت هالأمور كلها. وحقيقة إذا بتاخد كل ملف بملفه عندنا شغل مش لسنين لعشرات السنوات تقدر تحلحل المشاكل، وتقدر حقيقة لبنان يرجع لبنان قوي أو يكون في جمهورية قوية. هالشعارات هيدا اليوم بدها تطبق، بس ما بتطبق إلا بالعمل الجدي. إذا في جدية بالعمل وفي اختيار الأشخاص المناسبين بالمكان المناسب، نحن قادرين نخطي خطوة للأمام. في أزمة اقتصادية بالبلد، ما في سيولة بالبلد، سياسة مصرف لبنان لدعم الحكومة من ميل وتثبيت سعر الليرة من ميل تاني أدى إلى فقدان السيولة بالبلد. القطاع الخاص مترنح مع أنه هو كان عم يمول الدولة خلال كل هالسنوات الماضية. وهناك اليوم تساؤلات، هل نحن إلى متى يجب أن يمول القطاع الخاص والمصارف في لبنان الدولة اللبنانية؟ المطلوب اقتصاد منتج. عندنا أزمة بلبنان، يعني بعد سلسلة الرتب والرواتب اللي ما بدي فوت بجدلية أحقيتها أنا، ولكن كلفتها كانت على المجتمع اللبناني الاقتصادي كتير كبيرة، ولحد اليوم بعد ما عم بيعرفوا قديه حدودها. يعني بلشنا بمليار و400 مليون، طلعنا لمليارين، وكل القطاعات عم بتطالب، وكل يوم بيجي بيطالب قطاع أكثر. أنه اليوم الدولة اللبنانية عم تدفع 300,000 معاش بلبنان، هل نحن عندنا الإمكانية ندفع 300,000 معاش؟ الدولة اللبنانية للأسف عم تصرف مصاري ما معيها، عم تستدين من القطاع المصرفي، ومن ثم هالدين على تصاعد مستمر. إن الأوان أنه يتوقف الدين وينزل هالدين هيدا، وهيدا من الإصلاحات اللي طلبوها البنك الدولي والكل اللي تعاطوا بموضوع سادر وموضوع نهضة لبنان. بما أنه دخلت على هذا الموضوع، سيدة إلهام فريحة بصحيفة الأنوار اليوم تقول أنه التعويل في ظل الأزمات كلها اللي حكيت عنها والمعروفة على مفاعيل مؤتمر سادر لجهة 11 مليار التي وعد بها لبنان قروض ميسرة وهبات، ولكن بالجو اللي نحن فيه في إصلاحات مطلوبة. تقول السيدة فريحة، هل بالإمكان القيام بإصلاحات مكافحة فساد، إصلاحات بالإدارة، ومش قادرين نحل المشاكل البسيطة بعد، يعني السهلة إذا بدنا نقول؟ هذا التحدي الأكبر اللي بتواجهه هالحكومة وبدي واجهه العهد. يعني اليوم نحن على باب تأليف حكومة، في تحدي كتير كبير. نحن بدنا صدمة إيجابية تقدر يرجع على البلد، يعني مش بالسهولة بقلي على البلد، لأن تراكم المشاكل خلقت حقيقة حتى من الناحية المعنوية عند كل فئات الشعب اللبناني ما عاد في الزخم الموجود، وسببه هو سياسي بالواقع. طبعا في رؤية اقتصادية، في دراسة اقتصادية، اليوم عنا يعني في رؤية اقتصادية وضعت بالتزامن مع سادر، هذا معروف. يعني ما كنزي عمل يعني دراسة جوابا على وزارة التخطيط وكذا، انه كل وزارة مفروض تكون وزارة التخطيط بقلب وزارتها، والحكومة هي مفروض تخطط لمستقبل البلد. يعني مش وقت نوقع بالمشكل نبش نلاقي له حل، يعني على ان موضوع النفايات عم نبش على حل، قصة الكهرباء مزمنة عم بتجر لأسباب يعني كلنا بنعرفها، جزء منها فساد وجزء منها سياسي.
ما كمان تركيبة هالبلد اليوم ما حدا سيد نفسه بوزارته، ولكن الكل يعني يشعر بهذا الضغط وحريص انه في ظل الاوضاع والمنطقة من حولنا والانهيارات الاقتصادية والعقوبات لابد من تشكيل حكومة والانطلاق بسرعة. يعني انا بعتبر يعني موضوع الكهرباء استنفذ يعني درس وبحث ودراسات وافكار، يعني مطلوب تنفيذ. بعدين لبنان في كتير دراسات على كل المستويات ولكن ما في مين ينفذ، تطبيق ما في مين يطبق. ليه؟ لا كمان إرادة التطبيق موزعة، منا مسؤولة. لو شخص مسؤول أو فئة مسؤولة عن موضوع معين قادر هالعملية تعمل له مساءلة إنه ليه ما نفذت. اليوم أي سؤال لأي مسؤول بحولك على إنه والله ما خلوني إنه قدر نفذ. المشكل بالتنفيذ، وهون بده يكون في وقت تحكي عن الانسجام بالحكومة وعن رئاسة الحكومة تمارس سلطتها ورئاسة الجمهورية تفعل فعلها، حقيقة يكون في تلاحم بالإيرادات، نحن بنقدر نوصل مشاكلنا بسيطة نسبة للمشاكل للمحيط الموجود فينا. واجت فرصة اليوم، اجى المجتمع الدولي قرر انه يدعم البلد، وهيدي حقيقة شوي مستغربة انه قديه اليوم بحاجة اموال لأعمار سوريا، قديه بحاجة لقضايا تانية بالدول العربية، لليبيا، لليمن، للعراق، إلى ما هنالك. لبى المجتمع الدولي. لبنان اليوم إجا حقيقة بجهود بعض السياسيين وبالاتصالات الموجودة قدرنا نقدر نحصل على هالدعم للبنى التحتية. البنى التحتية ترهلت بلبنان. قد يضيع استاذ مروان، قد يضيع طبعا إذا ضلينا نتسلب بعضنا بالطريقة والسياسيين قاعدين يكونوا بعاد عن الهدف المنشود اكيد ممكن تضيع. يعني انه ما في شيء مضمون انه بيستمر هذا شغل يومي. يعني نحن بالمؤسسات الخاصه بنتابع يوميا كل اشغالنا، اذا ما تابعتها على اسبوع بنحس انه في شيء غلط عم بيحصل. والدوله المفروض تكون عندها ذات الوعي وذات الاراده وذات الرغبه انه تقدر تلاقي حلول لمشاكلها. حكيت موضوع الكهرباء هو اليوم اخذ كل هذه الضجة، انه الدولة اليوم ما قادرة تنتج كهرباء اكتر من هيك. جبنا بواخر، بنعرف المشاكل الموضوع. حضرتك قلت لي ساكن بكسروان بفترات معينة قبل. انا ايه بصيف بكسروان طبعا. صار 24 كهرباء عندنا، يعني صار ب 22 ومحلات بعده ب 18 ومحلات 24، يعني ماشي الحال. بس اكيد عطيت كهرباء اكتر من الايام الماضية. نعم، بقى انه موضوع مولدات كهرباء، موضوع تسعيره، وفي حرب بين الدوله واصحاب المولدات ميناء وعلى الارض هلا صارت. تلجا الدوله الى اصحاب المولدات لحتى تنتج كهرباء، فرق ما هي تنتج كهرباء. يعني معادله بدها، يعني للاسف الشديد على طول بنجي متاخرين. نحن قرروا يركبوا عدادات للمولدات الكهرباء نهار اللي نحن بصدد حل ازمه الكهرباء. ايوه، يا ريت حطوا هالعدادات للمولدات وقت بلش المولدات من 20 سنه، لان اصحاب مولدات يعني كمان كان في ربح كثير. هي لا بس يعني ما كان في مصاري، عندهم حقوق اصحاب المولدات. طبعا لو من المولدات ما كان في كهرباء بالبلد، ما هو ولكن طبعا كان بدها ضبط من الاول. يعني هلا هيدي شابه كمان كثير شواذ بالاسعار اللي فرضت على العالم بمراحل معينه. هلا بكل احوال نحن بصدد انه هالملف يتسكر نهائيا، انه عيب بلد يكون في 20 سنه بنحكي موضوع الكهرباء وبعدنا على كل مناقصة بتروح بتجي 3 سنوات تنبتها. يعني لو في رغبة وإرادة حقيقية ومهنية وشفافية بالتعاطي لكانت موضوع الكهرباء خلص من 10 سنوات. وأكثر من وزير، يعني في كليب بيطلعوا كل الوزراء بيعدوك ب 24، هل كل هالوزراء حقيقة كذبوا لأن كان بدهم يكذبوا ولا ما قدروا ينفذوا؟ ما قدروا ينفذوا بسبب هالتناتش على هالمواضيع هيدي. عم تدخل القضايا المالية بقضايا تنفيذ الأمور الأساسية. نعم، طبعا في موضوع النفايات كمان ما بقى أهمية. نعم، عن قصة الكهرباء واللي قبل معالجة بأسعار بالكهرباء ممكن كان إنشاء معامل إنتاج كهرباء. كل الخبر يعني المقول، يعني أنا ما بدي أتوقف على كتير أمور، ولكن أنا كنت حاضر الاجتماع اللي كان في موجود الرئيس الحريري وإجت المستشارة الألمانية ميركل. وحقيقة حكي رئيس سيمنز، رئيس مجموعة سيمنز، على أنه قادرين يلاقوا حلول بلبنان سريعة وغير مكلفة وأقل من الكلفة اللي نحن نونو برات البواخر.
موبايل ستيشن حطوها بكل المناطق اللبنانية. نعم. وبقدم الإدارة الألمانية هالشيء هذا للبلد وبيقدروا يساعدوا على بناء المعامل بلبنان بأقل كلفة مما هي مطروحة اليوم. شو صار؟ ولكن صار انه بتعرف انه جزء من الكهرباء هو موجود بمشاريع سادر كمان. انه طبعا كان موجود وزير الطاقة وانحكى بالموضوع هذا ولكن ما اتخذ فيه قرار حاسم بهالاتجاه هيدا. لابد ما يكون في حكومة والتابع بدون شك كل المقررة. هو الحل عند مشاريع البنى التحتية كلها. الحل عند وزارة الطاقة والحل تضامن الحكومة حول خطة متكاملة وتتنفذ الخطة المتكاملة ما تكون حبر على ورق. قبل ما يدهمنا الوقت يعني بدي أحكي عن موضوع المقاولين وحضرتكم عندكم مشكلة في هذا الموضوع. من فترة كنا بأزمة قروض إسكانية. نعم. وتم التوقف حلت على طريقة ما برأيك ثابت هذا الحل؟ أنا برأيي كمان هذا صرخة طلعت يعني أنه هو كان موجود حل هالقروض الإسكانية بالحد الأدنى كان مصرف لبنان اللي هي مش مسؤوليته انه يدعم القروض الاسكانيه واللي كان عم يدعمها من الاحتياط الالزامي الموجود عنده. نعم. بفوائد متدنيه. هلا صار في هجمه على هالقروض هيدي وباكد حاكم مصرف لبنان انه اجى مثل كل سنه يعني 500 مليون دولار واضافه 800 مليون دولار. نعم. واستنفدت هالاموال كلها. هلا اكيد رح يرجع المصرف المركزي او المصاريف او الحكومه ولكن هي مسؤوليه الحكومه. ما في بند بالموازنه او بالميزانيه بقول انه للقروض الاسكانيه في هالقيمه اللي هي محطوطه بعد دراسه ومسح شامل لكل الحاجات السكنيه. بعد كل الضجه اللي صارت كمان هذا موضوع على طريق الحل. في طرح وزير مؤقت برايك اللي صار ام انه لا يعني هذا الحل مؤقت لانه في موضوع شباب في موضوع شقق في موضوع التزامات هذا ما لازم يتوقف. يعني اليوم نحن بحاجه باكد رئيس المؤسسه العامه للاسكان انه في حاجه ل 5000 قرض سنوي على الاقل طبعا لاصحاب الدخل المحدود. واكيد مثل كل شيء بالبلد وقت ما ينضبط مزبوط يعني صار في شذوذ بهالموضوع هيدا. انا برايي اليوم يعني اتفقنا على المفاهيم انه تروح القروض لاصحاب الدخل المحدود يلي بحاجه يعني عايزين مش للميسورين. نعم. واحد اثنين حصرة بالمؤسسة العامة للإسكان. أيوة. ما بيسوى كمان مؤسسات أخرى تقدر تاخد دعم إذا في. نعم. متوفر المال لكن هيدي مسؤولية الحكومة لا مسؤولية المصرف المركزي. نعم. ولا مسؤولية جمعية المصارف ولا مسؤولية يعني هالمال هذا بيتأمن من خلال الموازنة بس ما بيضيفوه على الموازنة لأن أوريدي في عجز بالموازنة. أيوة. ما بدهم يثقلوا موضوع الموازنة بمبالغ إضافية. نعم. الدولة ما بتملكها. نعم. القطاع العقاري اليوم بحالة ركود برأيك؟ ايه بحالة ركود كتير كبيرة والتطوير العقاري بحالة ركود كبيرة يعني ما حدا عم يبني بقى اليوم قطاع المقاولات قطاع البناء بلبنان متعسر يعني بس الأسعار ما كتير تأثرت تأثرت يعني ايه. اليوم إذا بكتشف شقة تقريبا يعني في تدني بسعر الشقة بعشرين لخمسة وعشرين مية من السعر اللي كان رائج بالماضي. ويمكن تعمر بلبنان كتير شقة يعني من نحن بحاجة إلى ومواصفات أكثر ما هي بيتحمل السوق. ولكن هالفترة الركود رح ترجع ينتظم الوضع أكثر والمطورين العقاريين يبنوا حسب حاجات السوق الناس حاجات السوق لأنه هو الشريحة الكبيرة هي الشباب يلي بدها تبني ولكن أنا في أكد أنه بضل العقار قيمة ثابتة بالبلد. يعني لا يمكن اليوم أنه نتخلى عن قيمة العقار بالماضي وقت واحد يستلف من مصرف كان يرهن عقار لإله. وبلدنا بلد صغير وفي عليه طلب كتير إسكان من المغتربين اللبنانيين ولا من الأشقاء العرب أو من اللبنانيين أنفسهم يعني ما زال هذا القطاع جاذبا أنا أكيد اليوم بحالة ركود لأن ما في دورة اقتصادية طبيعية. نعم. ما في ميل. نعم. عم يبرون تصير في شراء عقارات ولكن أنا بأكد أنه العقار رح يرجع لوضعه الطبيعي وقت تصير في حقيقة دورة اقتصادية طبيعية بالبلد. نعم. يعني إذا بنحكي موضوع نفايات إذا بنحكي موضوع مياه مشاريع بنا تحتية بدي أحكي شوية عن موضوع المقاولين اللي مرقنا عليه بشكل عابر على المقاولين بشكل عابر يعني للمقاولين مستحقات حضرتكم أنتم كمقاولين بتتابعوا كل المشاريع بنا تحتية وغيرها طبعا نحن يعني في المقاولين بالقطاع العام تعمل اتفاقية مع الدولة كيف نحن بنشتغل مع وزارة الأشغال مع مجلس الأعمار مع وزارة الطاقة مع يعني مع كل أجهزة الدولة وبنشتغل بالقطاع الخاص هلا المقاولين بيشتغلوا بالقطاع العام بالتحديد مع وزارة الأشغال عندهم مستحقات يمكن ترجع لسنوات عديدة منها لعشر سنوات
هو بين فترة وتانية كان يطلع هذا الكلام من المقاولين، كان يطلع الكلام، كان يندفع كشوفاتهم اللي عم يشتغلوا فيها مع بعض التأخر، تأخر كبير وقت ست شهور، ولكن في تراكم اليوم فوق ال 100 مليار ليرة لبنانية، 130 مليار بعتقد الرقم المظبوط بوزارة الأشغال فقط لمستحقات وفروقات أسعار. طيب حاولنا نحن كثير مع مع وزير الأشغال مع وزارة المالية، هل مال ما عم يندفع على أصحابه؟ ليه؟ لأن بقولوا لك ما في مال كافي وفي أولويات أخرى، وكل وزارة أشغال بتجي ما بتحتسب تحاسب على الماضي، ترجع تعمل مشاريع جديدة. نحن توصلنا مؤخرا مع وزير الأشغال لتفاهم أنه نمضى 10 نواب ونعمل حقيقة نقدم مشروع قانون على مجلس نواب تيقدروا يصرفوا لنا هالمستحقات للي عمره فوق العشر سنوات. وقال حتتحركوا بالشارع؟ يعني نحن بشغلنا نتحرك بالشارع يعني الشارع مش هو الحل، مع أنه للأسف الشديد ما عم تحرك الحكومة والمسؤولين إلا من خلال الشارع، إلا ما حدا يعلي الصوت. نحن منقول أنه هيدا مستحقات، لأن في شركات أفلسيت. تعرف مش كل الشركات المقاولات شركات كبيرة، يعني في شركات متواضعة في شركات صغيرة وهي بأمس الحاجة تاخد مستحقاتها. لحد اليوم ما عم نقدر، يعني إلنا سنوات عديدة عم نحاول إنه ناخد المستحقات ما عم نقدر. هلأ رح نتقدم من مجلس النيابة جديد، في عنا من ضمنه أكثر من صديق وبيشعروا معنا بهالمواضيع. تقبضوا من تصريف الأعمال لو بدكم حكومة تقبضوا؟ لا بدها حكومة أكيد. أو بدها مجلس النواب يعني يقر على المشروع القانوني اللي بدنا نقدمه. الورشة التشريعية بمجلس النواب انطلقت على كل حال. يعني في حركة كبيرة مجلس النواب، متأمل من هالنواب الجدد لأنه يقدروا يكونوا فاعلين باللجان ويقدروا يشتغلوا أكثر، لأن لبنان بحاجة لكثير مشاريع قوانين موجودة بالأدراج. يعني نحن كمقاولين يعني قلنا موضوع دفتر الشروط والأحكام العامة أكثر من 10 سنوات موجود بأدراج مجلس النواب. ولكن في عليكم ملاحظات كمقاولين أستاذ حلو، يمكن تسمعوها أكيد. العمل ما بيتنفذ مزبوط، بتعيدوا العمل مرة تانية، وعندكم أرباح من محلات تانية، بقى فيكم تنطروا أكثر من غيركم، صحيح؟ هيدا صيت قديم على المقاولين، ولكن اليوم المقاولين بأسوأ أوضاعهم، يعني أرباح ما عندهم، قبض ما عم بيقبضوا، وحقيقة وضعهم صعب جدا. هلأ هيديك الطريقة اللي كانت معتادة عند المقاولين بأرباح بهزة وكذا، هيدي قبل هيدي ماضية. وبتصور نحن كنقابة كثير عم نشتغل اليوم أنه نعطي النقابة دور أكبر بالتعاون مع نقابة المهندسين تنقدر نضبط النوعية والكلفة، والحقيقة نكون كل شغل عم يتنفس يكون في مراقبة شديدة. نعم. وهون له دور كبير الاستشاري. يعني الدولة وقت تنفذ مشروع ما بيكفي تعطي المشروع، بده يكون تقدر كمان تطلب من الاستشاري يقدر يشرف على الأعمال هيدي تكون حسب النوعية المطلوبة. نعم. بانتظار على كل حال المشاريع يلي في بنى تحتيه بكل المناطق نتيجة مؤتمر سادر. وفي قبل سادر وهذه يعني هي وفي قبل سادر يعني بعتقد في أكثر من 3 مليارات دولار موجودة بمجلس الإماء والعمار من فترة طويلة ما عم بيقدروا يطرحوها للتنفيذ، لأن كان في نقص بموضوع الاستملاكات للطرق. وطرق لبنان بحالة يرسل لها، يعني البنى التحتية هي أساسية لإطلاق ورشة العمل. أنا بتوقع أنه المستقبل يعني إذا حقيقة حزموا أمرهم السياسيين، بتوقع أنه العجلة الاقتصادية ترجع تحرك بشكل إيجابي أكثر، ويرجع الفرص العمل بلبنان تكون يعني أفضل وأجدى. نعم. ما فيك تصور قد في عدد اليوم بيتخرجوا من الجامعات ما عم بيلاقوا شغل بلبنان، إما يهاجروا عم بيرجعوا يضطروا يهاجروا أو بصير في بطالة أو عم بيكتر عم تكبر نسبة البطالة. أنا بتوقع يعني إذا حقيقة في نية عند السياسيين إنه ينهضوا هالبلد، بتصور المستقبل بكون أفضل من هالفترة الصعبة اللي عم بمر فيها الاقتصاد، عم فريها البلد بكل معنى الكلمة. متفائلين على كل حال رغم ما في يقول متفائل، تنظر أداء الحكومة. نعم. يعني أنا بقول في فرص وفي طاقات كتير كبيرة بلبنان، والقطاع الخاص لا يستهان به الاتكال. نعم. القطاع اللي وأنا بدي أقول كلمة اليوم، إذا حقيقة هالقطاع العام ما قادر ينهض بالبلد، القطاع الخاص قادر ينهض بالبلد. بس هلأ في تعاون قطاع عام وخاص. في تعاون قطاع عام وخاص، يمكن أحسن الأمور للي عملوها اليوم إنه الشراكة بين القطاع العام والخاص بمشاريع سادر. ولكن إذا حقيقة ظلت الدولة اليوم يعني بسودة إلى حد بعيد الفساد، وما في الأمور منتظمة،
انا بقول القطاع الخاص نجح بلبنان قادر هو يحل محل الدوله بكثير امور. يعني في هجمه عليكم على القطاع الخاص معلش شيء، حتى لو في هجمه لان الدوله عم تشتروها. لا ما عم نشتري الدوله نحن، بالعكس عم نقدر نحن نبني بالقطاع الخاص ونعطي الدوله مال. الدوله عم تصرف مال وما عم توفر مال، يعني هن امام تحدي. انا بعتبر انه القطاع الخاص اليوم عم بيساعد الدوله، ولكن ما رح ينتظر كثير. حتى الشعب اللبناني ما رح يقدر ينتظر الى 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 ما لا نهايه انه الدوله تنظم اوضاعها بشكل افضل وبشفافيه اكبر. وتقدر تمنع الفساد. انا بقول لك بالقطاع الخاص بتكون تخلصت على الاقل من موضوع الفساد، لان كل واحد مسؤول عن مؤسسته بينتبه كثير لما يكون فيها فساد. بينما للاسف الدوله اللبنانيه ما في كثير هيك مراقبه ومساءله وتفتيش على الهدر اللي عم بيحصل، وهذا عم بشكي منه كل اللبنانيين. انا ما عم بحكي بشيء منه متعارف عليه. عند الكل وعند الجميع. رح نتابع معك استاذ حلو القسم الاخير من كلام بيروت، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع المهندس مارون الحلو عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس نقابة المقاولين في لبنان. أشرت خلال حديثك أستاذ مارون حول موضوع النزوح السوري، وفي اليوم مبادرة روسية يجب أن تتابعها الحكومة اللبنانية بالتنسيق يعني مع النظام السوري بين روسيا والاتفاق مع مجتمع الدولي، ولكن العبء اليوم ما زال قائم لحين هذه العودة اللي ربما تأخذ وقت كتير. موضوع العمالة، موضوع الحركة الاقتصادية بداخل لبنان، يعني هذا موضوع شائك جدا وعانى منه لبنان خلال السنوات الأخيرة وأثر على اقتصاده. بتصور أنه وصل على مستوى دول اليوم في مبادرة روسية أكيد يجب التعامل معها، وكيف اهتمام من قبل المسؤولين بالبلد على أنه يعطوها الحجم اللي تستأهله. أنا بتصور أنه الأمور بده متابعة من قبل حكومة، وهي طبعا بيتعلق بسياسة حكومة، ما فيها نعمله بحكومة تصريف أعمال، بده يكون في تفاهم. موضوع أمم متحدة، موضوع دولي، مش موضوع دولي، موضوع أمم متحدة، وموضوع متعلق بلبنان أولا. ولبنان تحمل أكثر أعباء من كل دول الجوار، وآن الأوان أنه ينحل هالموضوع هيدا. نحن بضل بحاجة كلبنانيين ليد عاملة سورية، بده يتحدد عددها يمكن. يجب تنظيم القطاع مش بهذا، يعني منظمة عمليا. يعني نحن بقطاعنا نتعاطى مع الأمن العام بهالموضوع هذا بكل جدية، ومراقبين كل العمال عم بيدخلوا ويشغلوا كعمال، ولكن أنا عم بحكي عن الناسحين. الناسحين يجب عودتهم بأسرع وقت ممكن. بخففوا أعباء على الاقتصاد اللبناني. نتحدث عن لبنان في ظل هذه المنطقة اللي فيها حروب، وفيها حروب اقتصادية، وفيها حروب عسكرية. إذا بدنا نقول اليوم الموضوع التركي، هبوط الليرة لأدنى مستوياتها، وفي كباش بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. تركيا عم تقول بتبحث عن حلفاء جدد وأسواق جديدة واضح في هذه المنطقة، بين حروب عسكرية والحرب الدولار إذا بدنا نقول الأمريكية، العملة. الحقيقة انه في حرب بكل معنى الكلمة، يعني اللي عم بيصير بإيران، عقوبات على إيران وغيرها من الدول، من نتيجة العقوبات واللي عم بيصير بتركيا، واللي عم بيصير يعني سياسة حرب، مش حرب عسكرية. يعني فعلي قد الحرب العسكرية أكثر من الحرب أكثر. يعني بالاقتصاد اليوم قادر تاخد نتيجة يمكن أصلاً. مش هناك ركزنا أكثر على الاقتصاد. اليوم كل المجتمعات الحديثة بتطلع بالاقتصاد، لأن الاقتصاد هو العمود الفقري تبع الدولة. يعني السياسة ما عم تاخد بقى أهمية قد الاقتصاد بكل بلدان العالم. أنا بتصور أنه نحن بمنقع عن هالموضوع هيدا، لبنان بمنقع عن هالموضوع هيدا للأسف. والأسف الشديد أنه عم نضيع فرص كثيرة. يعني لو اجت الحكومة اليوم من 4 أشهر يعني كان وضع لبنان افضل بكتير. نحن منا ابدا بخضم هالموضوع هيدا، بالعكس بمنقع عن هالموضوع هيدا، ووضعنا النقدي ووضعنا المالي جيد. غير الوضع الاقتصادي، يعني بدك تفصل اليوم الاقتصاد مزبوط. عن المال والنقد، يعني الوضع المالي والنقدي جيد جدا، ولكن للأسف الوضع الاقتصادي ما عم بواكب. ومن هون نحن بنقول اضاعة الفرص اصبحت جريمة بلبنان. يعني عم بيجي كثير فرص على لبنان، واللبنانيين ما عم بيعرفوا يستفيدوا منها. هلا بالماضي كان حط حق على التدخلات وعلى الوجود الغريب، على الوجود السوري. اكيد بعد في تدخلات بلبنان،
ولكن لبنان اليوم امام تحدي، المسؤولين اللبنانيين امام تحديات كبيره، السياسيين اللبنانيين للي عملوا النواب جدد امام تحدي كبير، قادرين يحكموا هالبلد، قادرين ينسجموا مع بعضهم، قادرين ضمن التنظيم الهيكليه السياسيه الحاضره يقدروا ينقذوا بلدهم ولا لا؟ جد نحن امام مرحله كثير مهمه وكثير جديده. انا برايي نحن قادرين اذا وجدت النيه والاراده والرغبه. المفروض نطلع من الصغائر السياسيه والتناتش والتصارع ونقدر نفوت مرحله جديده بالبلد، نقدر نستنهض اقتصاده وبعيش اللبناني اكثر حياه كريمه منها الوضع السيء اللي بعيشه بالفتره الاخيره، خصوصا احنا نحن بانتظار في مشاريع نفط وغاز وفي مشاريع في نفط وغاز لاحقا في امكانيه، يعني في اكثر من امكانيه، والامكانيه الكبرى هو الانسان اللبناني. نمتلك طاقات وكفاءات ومعنويات وخبره بلبنان وبالخارج، ما نقدر انه نقدر ننهض بلدنا. للاسف انه اللبناني بينجح على صعيد الفرد ولكن بيفشل على صعيد المجموعه، لان على طول بفوت بالتناحرات بالتناحر وبالصراعات الشخصيه. بدها شويه ترفع، يعني بدها شويه ترفع وشويه تواضع، يعني المكابره كمان بالعمل السياسي مش هو وصفه جيده لحسن العمل. بالعكس بدها تحمل مسؤوليه، بده واحد يكون نازر نفسه للخدمه العامه، انطلاقا من هون بيقدر يحقق اكثر. بينما اذا هو عم بياخذ من هالسلطه اللي بيمتلكها دور اكبر لنفسه ولا زيته ولا شخصه، اكيد هالشيء ما عم بيؤدي لنتيجه سليمه. انا بهالكلام بدي اختم معك استاذ مروان حلو هذه الحلقه من كلام بيروت، عضو الهيئات الاقتصاديه ورئيس نقابه المقاولين في لبنان. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا استاذ سلمان، وشكرا للمشاهدين، وشكرا للفيوتشر. الشكر ايضا للمشاهدين على المتابعه. الى اللقاء.